أهلا بكم وبمشاهديكم. أهلا بك. حقيقة يعني منذ اليوم الأول لإطباق الاحتلال التركي يعني سيطرته على منطقة عفرين في 18 من مارس آذار عام 2018، يعني ومنذ اللحظة الأولى لدخول المدن والقرى في عفرين بدأوا بارتكاب المجازر بحق الأرض وبحق البشر والحجر والشجر. يعني مثل ما تحدثتم في تقريركم، ما ورد في تقريركم، يعني الانتهاكات لم تتوقف ولو للحظة واحدة إلى يعني حتى اللحظة التي نتحدث فيها إليكم. يعني عمليات الاختطاف بغرض طلب الفداء والقتل العشوائي وحتى الانتهاكات بحق يعني المرأة وحتى الأطفال، إضافة إلى يعني سرقة الآثار والكنوز وتدمير المعابد الدينية، كل هذه الانتهاكات يعني ترقى إلى جرائم بحق الإنسانية. طبعا يعني حول سؤالك، الغاية من هذه الممارسات الإجرامية والفاشية بحق عفرين وتركيز الاحتلال على عفرين، هدفه ببساطة ليس فقط التغيير الديموغرافي، إنما ينوي ضم عفرين لمناطقه. ويعني تحدثوا في مرات عديدة أن الاحتلال التركي هذا من طبيعته أنه احتلال إلحاقي، أي أنه يعني يلحق مناطق ليست تابعة له ويدعي أنها من أراضيه السابقة لتطبيق مشروع النيو عثمانية أو الميثاق الملي وما إلى ذلك من أو مشروع الوطن الأزرق، المشاريع الخلبية التي تدور في خلد يعني الفاشيين وأذهان طغاة الأتراك، يعني ليس الآن بل منذ تأسيس الدولة التركية على يد الفاشي مصطفى كمال أتاتورك وإلى الآن. لكن يعني خصوصية عفرين وهوية عفرين الكردية جعل من الاحتلال التركي يعني يصب يعني جهوده على تغيير هوية هذه المنطقة الثقافية والإثنية. طيب. ورغم أن يعني عمقها السوري وانتمائها السوري، لكن هويتها الكردية التي لا تتعارض مع انتمائها السوري يعني دفع الاحتلال التركي إلى يعني ارتكاب انتهاكات وفظائع في عفرين، يعني الذي سرب للإعلام. أعتقد أن ما سرب للإعلام لا يمثل فقط جزء يسير جدا جدا من جملة الانتهاكات التي ترتكب. هناك فظائع يعني تشيب لها الولدان مثل ما يقال، ربما لم ترتكب في التاريخ. يعني الصواريخ التي كانت تطلق أيام الغزو والعدوان على عفرين ويكتب عليها إنها هدية نرسلها إلى أهالي عفرين، والذي كتب على أحد بيوت بلدة راجو يعني فاشي عسكري فاشي تركي كتب عبارة لا أعلم من دمر روما لكنني أنا دمرت راجو. هذه الذهنية الفاشية والتدميرية التي تبرر لنفسها عمليات القتل والتغيير الديموغرافي و يعني استجلاب أو استقدام يعني الإرهابيين وتوطينهم في عفرين، يعني ربما لم تتكرر في التأثير. سيد جميل، يعني حضرتك تطرقت في معرض حديثك لنقطة جد مهمة، بأن بالرغم من أن عفرين متمسكة أيضا بهويتها السورية التي لا تتعارض مع هويتها الكردية، هذا يعني يجعل هناك مسؤولية أكبر على الحكومة السورية لأن تقوم على أقل تقدير بأقل واجباتها في حماية المناطق السورية. سيد جميل، ما الدور الواجب على الحكومة السورية القيام به بهذا التوقيت تحديدا مع سعي أو شروع الاحتلال التركي بتنفيذ عملياته الاستيطانية في عفرين تحديدا؟ يعني حقيقة الدولة السورية وبما تمتلكه من حق السيادة وإلى الآن هي ممثلة في يعني هيئات ومجالس ومؤسسات دولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن وما إلى ذلك من المنظمات الأخرى، يعني يفترض عليها أو واجب عليها أن
تطرح قضية عفرين في هذه المحافل الدولية وتشكل ضغطا على الاحتلال التركي لحمله على الانسحاب من الأراضي التي احتلها في فترات سابقة. لكن هناك مطالبة خجولة يعني، ولا ليس هناك أي تفسير خارج إطار الضعف الذي يعتري يعني عمل الحكومة السورية والدولة السورية كمؤسسات دولة، أنا أتحدث وليس كنظام سياسي بالدرجة الأولى. من الواجب عليها أن تطرح هذه القضية بقوة، لأن ما ثبت خلال السنوات الماضية يعني دخلنا بالسنة الخامسة للاحتلال لاحتلال عفرين، ثبت بالأدلة والوثائق أن عفرين هي مفتاح حل الأزمة السورية ككل. فإن كانت يعني ليس الحكومة السورية فقط، كل الأطراف السورية المعنية بوضع حل نهائي وسياسي للأزمة السورية أن تضع عفرين في يعني رأس أجنداتها وأولوياتها لأي عمل وطني يعني مرتقب. حقيقة يعني هناك الكثير من النقد الذي يوجه إلى الحكومة السورية وأوجه القصور الذي يعتري عبده في هذا المجال. وما صدر أخيرا من يعني موقف من على لسان وزارة الخارجية السورية المندد بالمشروع التركي الاستيطاني الجديد المزمع أن تقيمه تركيا في مناطق الشمال السورية، كان موقفا متقدما نوعا ما وتشكر عليه عندما وصف المشروع بأنه مشروع إيجابي. لكن على أن يكون أو تكون هذا الوصف يكون يعني أفعال تطبق على أرض الواقع. الأستاذ جميل رشيد الكاتب والإعلامي، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات. كنت معنا مباشرة من شمال سوريا، شكرا لك.